بين جبال الريف وفي مكان ماشي بعيد بزاف على مدينة تطوان. كانت الوجهة ديالنا لواحد القرية اللي مهجورة، ما بقى فيها حتى شي واحد من بعد ما كانت مركز الحضارة. هاد القرية دي اللي شيدها المستعمر الإسباني. Ha terminado el recorrido por el Rif Central y Oriental y nos dirigimos a Tetuán, cuyo vecindario espera la llegada de su general. فمن بعد ما كانت كتحتوي على مكاتب حكومية وحتى السجن المحلي وبزاف المرافق العمومية، حاليا رجعت مجرد أطلال وآثار. هاد المسجد اللي مورايا هذا اللي طاح كامل وقات غير السمعة ديالو أكثر من 70 سنة، وعلى هاد الحال هذا اللي في واحد الوقت كان هنايا في مركز القرية، اللي شحال من عقبة تمضى هنايا وشحال من خطبة تلقات هنايا، ولكن هاد الحال ديالو حاليا. هاد المسجد هذا اللي السكان المحليين كيقولوا أن طارق بن زياد هو اللي شيد، أو أنه تشيد فوق مسجد آخر كان شيده طارق بن زياد. اللي متفق عليه هو أن هاد المسجد هذا كان قبل وصول المستعمر الإسباني للمنطقة. حاليا احنا في واحد البيبان اللي يمكن كانت في واحد الوقت باب الإدارة العمومية أو تبع شي مكتب حكومي، اللي باش تدخل لهاد الباب هذا ضروري كان خصك تكون شي زي رسمي وبالهدام. ولكن شتي دابا كيفاش جات الوضع؟ كيف ما كان هذا في واحد النهار مركز القرية والأحداث كاملة كتدور حوله، وأي تجارة وأي بضاعة كتجوز من هنايا، اللي حتى الطريقة دي في واحد الوقت كانت هي الطريقة الرئيسية بين تطوان وشفشاون، ها هي الآن حاليا رجعت خراب، وهذا أكبر دليل لأن الدوام الحالي من المحال. كان هذا فيديو بالزربة، شكرا بزاف حيت بقيتو حتى لهاد اللقطة هذه.